احنا موضوع ثاني للاردن وقصه انسانيه لاسباب طبعا مرضيه ولا حتى وراثيه، لكن رزقت العائله في الاردن بطفلين هما طبعا يشكلان بحد ذاتهما حاله فريده من بين ملايين الولادات. القدر ورب القدر شاء أن تتكرر الحالة الفريدة لتصيب محمد ومؤمن، هذان الأخوان اللذان لا يكادان يصلان لأنصاف أجساد البشر. أطوالهم التي تقاس بالسنتيمترات وأوزان الريشة التي يزنون بها والتي لم يتعدياها منعتهم من الدراسة في مدارس عادية كسائر الأطفال. نعم، هما الآن طبعا بحاجة لتأمين مستقبليهما غير واضح الملامح، إذ أن الوضع المادي المتردي لعائلة مؤمن ومحمد تزيد من خوف والديهما، خاصة وأنهم بحاجة طبعا لرعاية تختلف عن رعاية الأطفال الأصحاء. المزيد من التفاصيل مع الزميل عماد العضايلي من عمان. ليسوا كغيرهم من الأطفال الذين حملتهم ولاعبتهم، هما أخوان رغم الطبيعة البشرية، سيبقيان عمرا طويلا أسيرين للطفولة الأبدية، يقيمان على هامش الطول والوزن إقامة جبرية. 8 سنوات ومحمد لم يزد وزنه على 5 كيلوغرامات وطوله لم يتعدى 70 سنتيمترا. أما أخوه مؤمن فعلى ذات الوضع يسير، لصغر الحجم وتلاشي الوزن بات أسير. 4 سنوات وزنه لم يزد أكثر من 3 كيلوغرامات وطوله يراوح 40 سنتيمترا. كل هذا ووالدهما ما يزال يحمد الله على ما أعطاه من أنصاف الضنا. راضين بقدر الله وقدره، الحمد لله رب العالمين، هاي عطية الله سبحانه وتعالى. الحمد لله بالنسبة لمحمد مؤمن بتعامل معهم ك يعني أطفال مثلهم أخوانهم طبيعيين، يعني الحمد لله. فهم مليين علي البيت الحمد لله رب العالمين، حتى لو ما تلاقيني أجي من الشغل كذا بتلاقيه ينزلوا لي تحت يستقبلوني استقبال حار. وزن الريشة الذي لم يتعداه مؤمن ومحمد أمسى ثقلا يزيد من مأساوية مستقبليهما، مستقبل متلاشي الملامح، لا دراسة فيه ولا تعليم. فمحمد ومؤمن بحاجة لمدارس خاصة تراعي الوضع الجسدي وحتى العقلي اللذان يعانيان منه، وضع زادت قتامته بعد قصر يد والديهما، قصر كقصر جسديهما. والله مصاريفهم عالية، بيحتاجوا لحليب، بيحتاجوا لفواطح، بيحتاجوا لأدوية، وأنا زلمة بشتغل على بكر، يوم بشتغل 10 ما بشتغلش، ويعني مش مقضي مصاريفهم نص مصاريفهم. بالنسبة لهم لازم يتعلموا في مدارس خاصة، وإحنا يعني نطلب من جهات مختصة أنها تقوم بهذا الشيء، وناس يتبنوهم أنهم يدرسوا في مدارس خاصة، يتبنوهم في مصاريف أشياء زي هيك. طفولة ستبقى ملامحها على جسد محمد ومؤمن، لكنها هنا في صورة قد تجرح القلب أكثر. يدخن محمد وهو لا يدري بأن هذه السيجارة لن تعوضه عن فقدانه لاكتمال طول وعرض جسده، فمحمد سيبقى يكتسي جسد الطفولة وإن كان في الشباب. ما دامت حالته الفريدة حتمت على الوزن والطول البقاء عنه في تلاش وغياب. الطفولة بصغر شكل وحجم وطول الجسد سمات قد ترافقهما شبابا وشيبا إلى الأبد، وبهذا تبقى حياة محمد ومؤمن كما بدأت. يمر بهم العمر وهم صغار الحجم لا يكبرون، لا العلم ولا الطب قد يغير من تقلص حجمهما، وهذه إرادة الله حين يشاء في عباده، ولله في خلقه شؤون. لبرنامج MBC في أسبوع عماد العضايلة عمان. يعني لا أريد أن أزيد على خاتمة الزميل عماد العضايري، لكن سبحان الله يا علي، ربنا يعني بياخذ شيء وبيعطي شيء. شوف الطاقة العجيبة اللي فيهم ما شاء الله عليهم، يعني ما بدي حتى
عامل جو. الواحد الكلمة اللي يقدر يقولها سبحان الخالق. سبحان الله. سبحان الله. إذا مشاهدينا ومستمعينا فاصل ثاني. أكيد نتمنى نتابع.